ومين بيقدر يختار الخبير الأمريكي؟ الجهة المستضيفة هي اللي بتختار الخبير اللي بتشتغل معاه. بعد الموافقة على المشروع بيتم الإعلان عنه من خلال برنامج فول برايت، وبيتعرض على الخبراء الأمريكيين اللي هم مسجلين على الفول برايت سبيشاليست بروجرام، والجهة المستضيفة بتختار أكتر خبير شايفين إن هو مناسب لاحتياجات المشروع. وفي طريقة تانية، وهي ان الجهة المستضيفة لو فعلا تعرف حد اشتغلت معاه قبل كده وامكانياته وكفاءته مناسبة للمشروع، بيقدروا ان هم يتواصلوا معاه ويتقدم المشروع باسمه. ولو هو مش بالفعل معتمد كخبير فول برايت، بيقدر ان هو يعمل ابليكيشن، وبعد الموافقة عليه بيقدر الخبير ده ان هو يعمل استمارة علشان يعتمد كخبير برنامج فول برايت. احنا بنطلب من المؤسسات المصرية اللي عندها رغبة في استضافة خبير من خلال برنامج فول برايت للخبراء ان هم يتواصلوا معنا ويشاركونا المشاريع اللي بيشتغلوا عليها واحتياجاتهم، ونبتدي نتكلم مع بعض في خطوات تقديم مشروع لاستضافة خبير أمريكي. والهيئة شرفت بالتعاون مع مؤسسات مصرية كتير، من ضمنها وزارات وهيئات حكومية ومراكز وجامعات في مجالات مختلفة كتير لاستضافة خبراء، زي التعليم والصحة العامة والتمريض والإدارة والتخطيط العمراني ونظم المعلومات. والبرنامج شامل تخصصات كتير، وبيقدر ان هو يستوعب مشاريع في مجالات مختلفة وتخصصات دقيقة مختلفة، وبنقدر ان احنا نشتغل فيه مع مؤسسات حكومية ومؤسسات أكاديمية زي الجامعات، وفي نفس الوقت برضو مؤسسات وهيئات حكومية مهنية.